ايه الاخبار يا ناس؟ يا حلو، اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من يوميات مطور مواقع. فيديو النهارده هتكلم فيه، هحاول يعني انا مش محضر بس غير نقط بسيطه، هحاول اتكلم معاكم بشكل دردشه كده بينا عن مشاكل اللي بتواجه المبتدئين في المجال. سؤال اتسال كتير جدا، سواء انت اصلا طالب في حاسبات ومعلومات او هندسه حاسبات او غيرها من الكليات اللي متعلقه بمجال البرمجه، او حتى ناس في ثانوية عامة ولسه عايزة تدخل المجال، او ناس كبيرة في السن شوية وعايزة تدخل المجال. السؤال الاساسي لحلقة النهاردة هو ازاي ادخل المجال وايه افضل لغة، وفي شوية اسئلة تانية انا بنصحك ما تسألهاش وانت في البدايات، عشان الاسئلة دي مش هتلاقي اجابة كويسة ليها غير لما انت تدخل المجال بنفسك. هنشوف كل ده في حلقة النهاردة، فخلونا نبدأ على طول ويلا بينا. واهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من يوميات مطور مواقع. اول مشكله بتواجه الناس هي فكره اختيار اول لغه برمجه اتعلمها. الاول لو انت اصلا زيرو برمجه ومش فاهم حاجه في البرمجه خالص، يعني ايه لغه برمجه؟ يعني مجموعة من الأكواد أو مجموعة أوامر تحت بعض بتبدأ تنفذ بيها أو تدي أوامر للكمبيوتر، يعني للبروسيسور أو السي بي يو اللي المفروض كلنا خدناه في حتى تعليم ابتدائي وكده، بتدي له الأوامر دي وهو يبدأ ينفذها خطوة خطوة. يعني الكمبيوتر مش ذكي ولا حاجة، الكمبيوتر بكل البرامج والألعاب بقى جيمز والحاجات اللي انت بتشوفها والمواقع والويب والكلام ده كله، هو عبارة عن سطور أكواد تحت بعضها وبيبدأ ينفذها. فأنت بتأمره مثلا إن هو ياخد منك إنبوت أو ياخد حاجة تدخلها له بالكيبورد، ياخد حاجة تانية تدخلها له بالكيبورد ويبدأ يجمعهم على بعض، أو تديله الأمر إن هو يجمعهم على بعض وفي الآخر يطبع لك النتيجة أو يظهر لك النتيجة على الشاشة. ده كده مثال ألجوريزم بسيط جدا، وفي حاجة اسمها ألجوريزم احنا بنعرفها بعد كده. فبالتالي كده فهمنا يعني ايه برمجة. وكل طبعا البرمجة ليها لغات كتيرة جدا لما تدخل في المجال. عندك سي بلس بلس، عندك بايثون، عندك بي اتش بي للويب، عندك سي شارب وبتكون متخصصة اكتر في الديسكتوب، عندك جافا طبعا متعددة الاستخدام زي بايثون، عندك لغات تانية كتير، في سي طبعا، وفي اسامبلي اللغة الاساسية او اللغة اللي بتكون قبل الماشين كود على طول. فعندك مجموعة واسعة من اللغات، طبعا كل حاجة بتختلف في درجة صعوبتها ودرجة تشعبها وتوسعها. في حد هيجي يقولك انا اتقال لي اتعلم سي بلس بلس كده على طول، في واحد تاني قال لي لا انا اتعلم مثلا بي اتش بي على طول وادخل في مجال الويب وهكسب على طول، في واحد تالت يجي يقولك مثلا لا اتعلم سي بلس بلس عشان هي الاساس. وانا لفترة كبيرة جدا كنت من مؤيدي فكرة ان انت تدخل سي بلس بلس على طول كده السيرف، يعني هي انت عايز تتعلم برمجة خش سي بلس بلس من غير ما نشوف بقى شوية الحاجات والنصائح الجديدة اللي هنقولها في فيديو النهاردة ان شاء الله. فكرة اختيار افضل لغة من اللغات دي بقى ينحصر في حتة انت هتتعلمها ازاي وانت معرفتك بالمجال عاملة ازاي. وده المفروض يعني يفضل يكون في حد اسمه منتور او حد يعتبر قائد ليك عشان يحدد لك انت هتتعلم الحاجة دي ازاي او هتمشي في المجال ازاي، ويرسم لك رود ماب او خريطة تمشي عليها باللي يناسب حالتك واللي يناسب مدى تعليمك في المجال والكلام ده كله. يعني مش هقدر اقول لطالب حاسبات نفس اللي هقوله لواحد في ثانوية عامة او قبل الثانوية مراحل تعليم الاطفال، مش هقدر اقولها لحد يكون 30 سنة مثلا او حد 40 سنة او اكتر. كل واحد وبيكون ليه الرود ماب الخاصة بيه هو، واللي محدش هيقدر يقولك عليها غير على حسب ما يشوف حالتك كويس. طيب في حالة ان مفيش حد معاك او كده، هتبدأ انت تحاول ترسم الرود ماب الخاصة بيك. ايه اساسها؟ اساسها ان انت تحاول تتعلم بأريحية، ما تتعلمش بجلد الذات، يعني ما تتعلمش بالعافية. هو تقلك سي بلس بلس يبقى لازم تتعلم سي بلس بلس الاول، حتى لو انت مش فاهم منها حاجة هتبدأ تجيلك سنة سنة عقد تعليم البرمجة، هتبدأ تتعقد من البرمجة، وده مش مطلوب خالص. لو انت شايف ان انت عايز بس تاخد فكرة ان انت بتكتب كود ازاي وكده، ممكن تبدأ بلغة سهلة زي بايثون مثلا، بس ما تتعمقش فيها قوي، وبعد كده ابدأ اتعلم سي بلس بلس كخطوة تانية بعد ما تتعلم بايثون، وتبدأ ايدك تاخد على كتابة الكود.
دي مثلا خطوة ما كنتش بقولها لحد قبل كده، او يعني في ناس واجهتها مشاكل كتير لما بتبدأ بسي بلس بلس، ان هي لغة صعبة شوية. فتعلم اللغة السهلة الاول، ابدأ احترفها، ابدأ يعني شوف الدنيا هتمشي معاك ازاي في مجال البرمجة بشكل عام بلغة سهلة، وبعد كده تقدر تحاول على السي بلس بلس، لان من مميزات السي بلس بلس اللي هتميزها عن غيرها ان هي الصعوبه فعلا شويه، بحيث ان هي هتعلمك في المجال كويس، وفي نفس الوقت فيها اوبجكت اورينتد تقيل شويه، فهيعلمك الاوبجكت اورينتد ازاي. ده غير ان هي فيها ادوات للداتا ستراكشر والالجوريزمز، او طرق ان انت تعرف تعمل داتا ستراكشر والالجوريزمز ازاي. برضو عايزين نفهم باختصار كده يعني ايه داتا ستراكشر ويعني ايه الجوريزمز. داتا ستراكشر هي ان ازاي البيانات بتعمل لها عمليه تنظيميه جوه الكود بتاعك. يعني ازاي مثلا انت عندك طابور انتظار معين وعايز تنظم الكود بتاعه، هتعمل حاجه اسمها كيو عشان تنظم الداتا، او ايميلات مثلا جايه لك ورا بعضيها بسرعه كبيره، ازاي تنظمها بحيث ان اللي يظهر هو الاقدم فالاحدث وهكذا. دي كلها عمليه تنظيميه للبيانات، ودي تعتبر الداتا ستراكشر. بالنسبة للالجوريزمز، الالجوريزمز معناها التفكير البرمجي، ازاي تفكر كمبرمج. يعني انت دلوقتي واجهتك مشكلة معينة زي الآلة الحاسبة مثلا على سبيل المثال، انت دلوقتي مش عارف تعمل الانتجريشن او عملية التكامل جواها، فبتبدأ تشوف بشكل يدوي ازاي التكامل بيتعمل وايه هي الخطوات والقوانين اللي فيه، وبتبدأ تحط القوانين دي مثلا في متغيرات عندك، فأكنك بتعمل هامش بالظبط على الجنب، وبتبدأ بعينك تبص على القوانين دي وتبدأ تحل المسألة، تشوف الخطوة دي بتتحل ازاي، خطوة ثم خطوة ثم خطوة. ابدأ حول الكلام ده لكود، فيبقى انت كده عملت حاجة اسمها الجوريزم. طبعا طبق ده على اي حاجة، فانت كده بتشوف المشكلة، بتبدأ تحاول تشوف حلول للمشكلة، وبتحل المشكلة وتنفذها على الكمبيوتر. هي دي فكرة الالجوريزمز بشكل عام. في طبعا خوارزميات معينة بندرسها عشان تسهل عليك التفكير ده. وبكده اظن ان احنا نبقى غطينا حتة المبتدئ يتعلم ايه الاول او ازاي. في بس نقطة صغيرة حابب اوضحها لكم برضو، نقطة ازاي تبدأ تتعلم، هل اونلاين اوفلاين، تاخد الكورسات ازاي، تبدأ بايه بالظبط والكلام ده كله. يعني هل تبدأ بيوتيوب مثلا، ولا تبدأ في كورس بره او كده؟ يفضل في بداية طريقك خالص تاخد كورس اوفلاين، يعني يفضل تاخد كورس في مكان بيدي كورسات للبرمجة، عشان حته التوهان دي شويه، او زي ما قلت لك لازم يكون في منتور وهو الانستراكتور اللي هيشرح لك، لازم يكون عنده خلفيه كبيره في المجال ويعرف يوجهك للمناسب، وكل ما تلاقي مشكله تبدا يعني تواجهك يبدا يحلها لك والكلام ده كله. مفيش مشكله لو هتبدا اونلاين، بس لازم تكون عندك حته التعليم الذاتي دي شويه، تعرف تتعلم مع نفسك والكلام ده كله. تاني مشكلة هنتكلم فيها في فيديو النهاردة هي مشكلة الدخول في حاسبات ومعلومات أصلا بالنسبة لطلبة ثانوية عامة. طلبة كتير هيسمعوا إن الكلية صعبة وإن الكلية فيها عيوب، وبالفعل أنا اتكلمت بنفسي عن عيوب كتير في حاسبات ومعلومات، هتلاقيها في الآية اللي فوق ممكن تشوفها برضو. بس ما تاخدش الكلام ده يعني إن هو يحبطك أو كده، لا، شوف أنت حابب المجال ده نفسه ولا لا. حابب حاجة اسمها كمبيوتر وان انت تتعلم ازاي برمجة، وعندك شغف كبير جدا بان انت ازاي تعمل موقع زي ده، وازاي تعمل ابليكيشن زي ده والكلام ده كله، ومش مجرد شغف عادي زي اي حد يعني بيطمح وكده، لا، جرب نفسك في حاجة بالفعل وشوف هل الدنيا لذيذة معاك ولا لا. في حاجات كتير وتولز كتير بتبدأ تدخلك البرمجة من غير ما تكتب كود اصلا، فدي ممكن تسهل عليك الدنيا شوية. الدراسة في حاسبات مش كلها برمجة وبس، فيها مواد نظري كتير، وفيها مواد رخمة كتير مش نظري وبس، يعني مواد تحس ان انت مش فاهم حاجة ودخلت فجأة تلاقي نفسك بقيت بتاخد تاسكات كتير من كل حتة والكلام ده كله. هيحصل هيحصل، بس زي ما قلت لك لو انت عندك شغف وحلم هتوصل له برغم المواد الرخمة الصعبة الكلام ده كله. فدي المشكلة بتاع الدخول حاسبات ومعلومات. يعني لو انت شايف ان مجموعك كويس وكده ما تقلقش، ما تفكرش في حتة المستقبل هيكون ايه، اللي هل ليه شغل ولا لا. كده كده محدش ممكن بيشتغل بشهادته عادي، يعني انت تشتغل او ما تشتغلش بشهادتك دي حاجة بتاعت ربنا اولا، وحاجة هتبقى في ايدك انت ثانيا ان انت حابب المجال ده تكمل فيه ولا لا. السؤال الثالث، وطبعا ده خاص بالناس الاكبر سنا، هل لو انا ما دخلتش بقى حاسبات ومعلومات او هندسه حاسبات، هل ينفع ادخل مجال البرمجه بنفسه ولا لا؟ الاجابه ان الفرصه لسه في ايدك، بس لازم تكون عندك المقومات او الاستعدادات لحاجه او خطوه زي دي، خطوه شيفت كارير، ان انت بدات
تدخل في وظيفة معينة أو في مجال معين خارج مجال البرمجة تماما ولسه ما عندكش أي خلفية عنها وتتعلم البرمجة. حط في دماغك إن أنت هتاخد سنين، يعني هتاخد سنة واتنين ممكن وأنت لسه بتتعلم، وممكن ما يدخلكش ولا جنيه من حاجة زي دي. فهل شوف حياتك هتستحمل التغيير الجامد ده ولا لأ؟ هل فعلا حياتك هتستحمل ان انت تقعد مدة كبيرة من غير مثلا وظيفة معينة او من غير حاجة زي كده، ولا لا لازم يعني الوضع مثلا عندك اولاد او كده ولازم مصاريف بشكل دائم، وبرضه ما زالت عندك الفرصة، والفرصة في ايدك ان انت بجانب شغلك الاساسي تبدأ تتعلم في الفترة دي، تتعلم طبعا اونلاين. لو هتقدر تنزل كورسات او كده قدامك فرصة، بس حاول لو السن كان كبير جدا هتبقى الفرص اضعف شوية في القبول في الوظائف، وده بسبب ان مرتبك المفروض هيبقى عالي، لان اللي في نفس السن بيكون معاه خبرة عالية في نفس الوقت بيقول في الفرص افضل في مثلا كجونيور او كلسة شخص مبتدئ ان انت يقبل طلبة مثلا او ناس حديثي تخرج، هيقبلوا بمرتبات اقل وهيكون عندهم طاقه اكبر وتفرغ اكبر في الوقت من شخص مثلا متزوج او كده. فالدنيا بالنسبه له هيبقى عايز مرتب ثابت وعالي، وهيبقى عايز ساعات عمل محدده جدا ما يقدرش يتخطاها، ودي من عيوب حاسبات برضو اللي اتكلمنا عنها والكلام ده كله. فبرضو القرار في ايدك في الاخر، شوف الدنيا هتمشي معاك كويس ولا لا. هنشوف بقى شوية أسئلة كده بيسألها المتابعين أو الناس اللي في المجال بشكل عام، وبتكون غلط ما ينفعش تسألها وانت لسه داخل المجال أو ما تعرفش حاجة عن المجال. أول سؤال وده بيبقى غلط خالص، حتة أكتر لغة أو مجال بيجيب فلوس. أكتر لغة أو مجال بيجيب فلوس هو اللي انت هتتعلمه، بسيطة خالص يعني. بالنسبة للفلوس وفرص العمل والكلام ده كله، في ناس دخلت امبيدد وهو اقل فرص عمل في مصر كلها، اللي هو اصلا شركتين او شركه شغاله فيه مش اكتر من كده، والناس دي انا اعرفها شخصيا وبدات تشتغل في الشركتين دول والدنيا زي الفل. فهي لو انت هتبقى كويس في حاجه معينه هتلاقي الفرصه المناسبه ليك ومش هتلاقي مشكله. ممكن تلاقي صعوبه في الاول شويه، بس لو انت مرتاح لها وقادر تتعلمها بسهوله الدنيا معاك هتبقى زي الفل. تاني سؤال هتسأله هيكون غلط، ان انت ايه افضل مجال ليك كدراسة على طول؟ هل الموبايل؟ هل الويب؟ هل الباك اند؟ هل الفرونت اند؟ الاسئلة دي برضو غلط. السؤال الاجابة الصح او الطريقة الصح ان انت زي ما قلتك هتعمل رود ماب اساسية هتتعلم فيها البرمجة بشكل عام، بعد كده انت هتعرف تتنقل حتى بينهم بسهولة، بس انت هيبقى عندك الخبرة والمهارة الكافية ان انت اللي تحدد المجال اللي انت تحبه وتقدر تكمل فيه بسهولة. ده السؤال غلط بيتسأل، ايه هي اسرع طريقة او اسرع لغة اقدر اتعلم بيها البرمجة في 6 ساعات؟ الاجابة على السؤال ده برضو مش حاجة صح ومش حاجة ثابتة، ده انت كل ما تاخد وقت اطول الدنيا بتبقى احسن، وهتفضل لغاية لما يبقى عندك خبرة 5 سنين و10 سنين كمان لسه بتتعلم. المجال ده بحر واسع وكل حاجة فيه واسعة جدا، فما فيش حدود للتعليم اصلا، بس بنقول في مقومات اساسية عشان تقدر تقدم في الشركات مثلا او تبدأ تعمل CV محترم تقدمه، وهي دي الاساسيات اللي ممكن تاخد معك 6 شهور لمدة سنة مثلا بحد اقصى، على حسب انت سرعة استجابتك وسرعة التعامل مع اللغات والكلام ده كله. لكن لا في لغة معينة او مجال معين اسرع من مجال معين، ولا في اي حاجة زي ما قلتك، هي كلها شبكة واحدة، وزي ما يكون دي بتسلم دي، وكلها طريقة واحدة في الاخر. يعني انت بتكتب ويب زي اللي بتكتب موبايل ابليكيشن، نفس الديزاين ونفس حتى شكل الحاجة، لو بتشتغل بفلاتر هتلاقي الستايل ومش عارف تعمل كولر وتكست الاين والحاجات دي كلها، هتيجي في السي اس اس هتلاقيها تكست الاين وبرده بادنج ومارجن وكل الكلام ده. ده بالنسبه للديزايننج. بالنسبه للكودنج برضه هتكونكت هنا بداتابيز وهتكونكت هنا بداتابيز، فهي حاجه واحده في الاخر، يعني هما وجهين لعمله واحده بنفس الحجم ونفس الابعاد وكل حاجه. مفيش مجال اسرع من مجال، مفيش مجال اسهل من مجال، مفيش مجال فرصه اكتر من مجال نسبيا. هي في طبعا وظائف اكتر في مجالات عن مجالات، ودي اتكلمنا عنها في حلقه المرتبات، هتلاقيها في الاي اللي فوق برضه، لكن مش حاجة أساسية أو مش حاجة صدق. آخر سؤال برضو اتعرضت لي من المتابعين، والسؤال ده بيقول هل أقدر أكون فول ستاك وفول ومثلا فلاتر، وممكن أكون فول وطعمية حتى في نفس الوقت، يعني أكون شامل في كل حاجة وعارف كل حاجة وعارف AI بقى وعارف كل اللي في البرمجة ده مرة واحدة أو مع بعضه حتى في وقت كبير؟ الإجابة لا. التخصص حاجة كويسة لازم ويفضل
ان انت تتخصص في مجال واحد بس وتركز عليه وتتعمق فيه عشان تقدر تجيب، مش هنقول اخره لان زي ما قلت لك ده بحر واسعه جدا، بس تجيب ليفلز كويسه تديك خبره تقدر تعمل سي في كويس محترم في التخصص ده وتقدر تبقى لك فرص عمل كويسه في المجال ده. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافادكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش تشوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، وتستنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جايه، واشترك في القناه عشان ما تبقاش من الهواة.